السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة 6 صيدلانيات 2 نظري، آخر محاضرة لهذا الكورس إن شاء الله بعنوان جليسيرين. بالبداية خلنا نتعرف شنو هو الجليسيرين. known as glycerol and glycerin. إذن odorless, colorless, oily, clear viscous syrupy liquid with a sweet taste. يعني هو يعرف أما بالجليسيرول أو الجليسيرين، يكون عديم اللون والرائحة، ملمسه أو يكون قوامه زيتي وصافي، ولكنه بلزوجة مثل لزوجة المحالي اللي تكون على شكل شرابات، وأيضا مع مذاق حالي. It is miscible with both water and alcohol. هو قابل للامتزاج مع كل من الماء والكحول. As a solvent, it's comparable with alcohol, but because of its viscosity, solute are slowly soluble in it unless in render less viscous by heating. يعني شنو؟ إذا استعملنا هذا الجليسيرين كمذيب، يعني محلول مذيب، فبالتالي هو مقارنة مع الكحول يكون الفيسكوسيتي مالته أعلى، فبالتالي المذاب اللي يكون داخل هذا الجليسيرين إذا استعملناه كمذيب يكون slowly soluble، يعني يذاب ببطء، فالأس ما لم شنو يتعرض لهيتينج. ليش؟ لأنه إحنا مثل ما أخذين بالتحضير الشرابات، لما إحنا نحضر محلول by aiding of heat، يعني بمساعدة الهيت، راح يقلل من الفيسكوسيتي أو اللزوجة. ليش؟ بارتفاع درجة الحرارة تقل اللزوجة وبالتالي تزود الذوبانية، فبالتالي هذا السوليوت لما كان slowly soluble لما نستعمل الحرارة راح يكون ذوبانيته أكثر. فصار واضح هنا شنو هو الجليسيرين، وهذه كنظرة عامة عنا بالبداية. There are two types of glycerin. عندنا نوعين من الجليسيرين، أولا natural glycerin و synthetic glycerin. الناتشرال اللي هو يكون بالطبيعة، يعني derived from، من يشتق من الأويل والفات، from such as source as coconut oil and oil. نجي على type 2 اللي هو synthetic glycerin derived from petroleum. Pharmaceutical benefit of glycerin. شن هي الفوائد الصيدلانية من الجليسيرين؟ أولا glycerin has preservative properties، يعني عندها خواص كمواد حافظة. اثنين glycerin has pleasant taste، يعني طعم مقبول. ثلاثة often used as stabilizer agent in pharmaceutical formulation، وأيضا الجليسيرين يستعمل كلش هواية استعمالات العوامل المثبتة أو مزيدة من ثباتية الأشكال الصيدلانية أو التحضيرات الصيدلانية، مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة كلها بداية الكورس لحد الآن. من شنو نستعمل stabilizer agent، نأخذ إحدى الإكزامبلات عليها هو الجليسيرين. نقطة أربعة an auxiliary solvent in conjugation with water or alcohol، يعني كمذيب مساعد مع الووتر أو الكحول، يعني نضيفه وياهن كمذيب مساعد. The uses of glycerin، يعني استخدامات الجليسيرين. The US Food and Drug Administration، هذه الـ FDA اللي هي منظمة عالمية لمنظمة الدواء والغذاء اسمها، classify glycerin as generally recognized as safe، يعني صنفت الجليسيرين على أنه هو يعتبر كعنصر أو مادة آمنة. The overall risk of toxicity from glycerin found in pharmaceutical product is low،
يعني الخطر اللي ممكن موجود بالجليسرين كسمية ممكن يكون بالأشكال الصيدلانية بشكل كلش قليل، لذلك هو صنف على أن يكون فد مادة آمنة. Therefore, glycerin widely used as flavoring. لذلك الجليسرين كل شائع الاستخدام وواسع الاستخدام أيضا مثل ما راح نشوف هسه in pharmaceutical industry يعني بالصناعات الصيدلانية. كشنو أولا sweetener in syrup يعني كمحلي بالشرابات. Lozenges اللي هن حبة الدواء المحلات اللي تنأخذ لسورة ثروت أو الأغراض المشابهة اللي هو وجع البلعوم اللي صار أثناء الانفكشن أوف انفلونزا أو بكتيريال انفكشن. ثلاثة an excipient in eye wash solution and airdrop product يعني excipient يعني مواد مضافة المن للمحاليل اللي تكون تستعمل كغسول للعين او المنتجات مالت القطرات العينية. خمسة an expectorant for congestion يعني الاكسبكتورانت هي المقشعات اللي يصير بالاحتقان مالت القصبات الهوائية. ستة and suppositories and gel capsule. suppositories هي الحمالات والكبسول الجل كبسول. اكو بعض انواع الكبسول اللي تكون الشلف مالتها عبارة عن جل مو بلاستيك جيلاتينية يعني، فهذه الاساس مالتها يكون الجليسيرين. نجي على synthetic جليسيرين اللي قلنا عليه احد انواع الجليسيرين وين يستعمل. اولا food product منتجات الغذائية، nutritional supplement المعززات الغذائية اللي هن يعتبرن كمكملات. ثلاثة pharmaceutical product منتجات صيدلانية، personal care product اي منتجات اللي عناية شخصية، oral care product المنتجات اللي هي بعناية الفم كأمور الماوث ووش والبيست وهاي الأمور. As individual prescription product use as يعني يستعمل بالمنتجات اللي موجودة بوصفات لأفراد معينة. أولا هايبر أوزموتيك يعني عالي التناضحية. اثنين أوزموتيك دايروتيك يعني المدررات اللي تكون تناضحية أو أوزموزية. ثلاثة أوفثالميك إيجنت يعني عوامل اللي تستعمل لأشياء عينية. أربعة it may give intravenously to reduce pressure inside the brain يعني ممكن ينطع بالوريد حتى نقلل من الضغط اللي داخل الدماغ. glycerin method of preparation طرق تحضير الجليسيرين. vegetable glycerin such as palm soy and coconut oil اللي هي تكون من مصدر نباتي كزيت جوز الهند او الصويا او شجرة جوز الهند. made by heating triglyceride rich vegetable fat under pressure or together with a strong alkali يعني بواسطة تسخين الدهون الثلاثية المشبعة بالفات يعني الشحوم اللي هي تكون من مصدر النباتي هذا تحت تسليط الضغط أيضا أو مع بعض يعني أما تسخين وضغط أو مع المساعدة من together with a strong alkali يعني نستعمل أي سائل يكون قاعدي أو مادة قاعدية بحيث أنه تساعدنا على استخلاص هذه الدهون الثلاثية اللي يكون مشبعة بالجليسيرين. فصار واضح في بداية الهيتينج وبعدين بريشر وأحيانا together with شنو strong alkali. while the synthetic glycerin اللي هي الجليسيرين المصنع made from paraformaldehyde
and crude glycerin اللي هو يقول glycerin الخام يعني. In the condensation reaction without the use of secondary distillation agent for the removal of the water. يعني احنا نستخلص مين من الparaformaldehyde والكرود جليسيرين بتفاعل يكون تفاعل تكثيف condensation reaction بدون ما نستعمل اي مواد ثانوية من مواد التقطير اللي هي distillating agent حتى نوخر الزايد من الووتر. فبالتالي صار واضح ساعدنا احنا طريقة تحضير الجليسيرين من مصدر نباتي او من المصدر الصناعي. نجي على موضوع آخر اللي هو mouth and throat paint، يعني اللي هي الصبغات اللي تستعمل داخل اللسان أو للثروت الحنجرة. They are solution، هي بالحقيقة شنو؟ محاليل or dispersion of one or more active ingredient intended for application to the mucosa or throat or mouth. يعني هذه المحاليل أو اللي هي dispersion انتشار لمادة أخرى من المواد الفعالة من أجل تطبيقها بالميوكوزا. الميوكوزا مثل ما أخذيها أنتو بالفسلجة والأحياء المجهرية أنه هي أول طبقة من طبقات اللي موجودة من الأنسجة الداخلية اللي هي الميوكوزا تكون بالماوث والثروت وكل الجهاز الهضمي. فبالتالي احنا لما نبدأ نطبق هذا البينت اللي هو عبارة عن سوليوشن راح يكون على كل هاي المنطقة الماوث والثروت اللي هي الفم والحنجرة. فارماسيوتيكال بينت الاشكال الصيدلانية من البينت ماوث اور throat are viscous يكون لزجة due to high content of glycerin. ليش؟ لأنه تحتوي على تركيز عالي من الجليسيرين which being sticky لذلك تكون لزجة adhere to the affected site and prolong the action of medication. يعني هي هذا اللزوجة اللي بيها احنا نستفاد من عندها حتى بسرعة تلتصق على الـ affected site الموقع اللي يكون متضرر اما من infection او شنو سبب اللي احنا استعملنا سبب المرضي طبعا اللي استعملنا بهذا البينت وايضا حتى يطول من وقت الفعالية الدوائية لهذا الدواء. Example on the mouth and throat pain. هذا شنو هي الاكزامبلات على هذا الاشكال الصيدلانية؟ اولا compound iodine paint اللي هي اسمها Mendel's paint used for pharyngitis or tonsillitis يعني التهاب الحنجرة او التهاب البلعوم اللي هي pharyngitis و tonsillitis. Iodine throat paint designed as anti-infective to kill germ in case of sore throat and ulcer. يعني هي مصممة لمضادة العدوى اللي مسببة بسبب الجراثيم البكتيريا أو الفيروسات طبعا في حال sore throat أو الألسر يعني حرقة البلعوم أو الألسر اللي هي تكون هاي التقرحات اللي تصير أحيانا بسبب الحرارة أو بسبب البكتيريا انفكشن اللي تصير بالفم. اثنين كليستر فايولت بينت used for oral thrush النوع الثاني اللي هو used for oral thrush يعني اللي هي معناها نوع من انواع الفطريات اللي تصير بفم الاطفال. oral thrush عادة يكون على شكل نقاط بيضة بسقف الفم ونهاية اللسان إلى بداية البلعوم. فلذلك احنا نستعمل الاكسترا فايولت بينت حتى نتخلص من الأورال ثراش. نقطة ثلاثة اللي هي فينول جليسيرين وجولي ديلوتد with equal volume of جليسيرين. عادة لما يستعمل يخفف بكمية متساوية من الجليسيرين
produce analgesic effect. هي يكون التأثير مالتها analgesic يعني خفف الآلام مالت التونسيلاتيس and ulcerative stomatitis. التونسيلاتيس اللي هي البلعوم والulcerative stomatitis يعني التهاب الفم اللي يكون بتقرحات مال الالسريشن. يعني نقطة أربعة, tannic acid glycerin has astringent action relieve from sore throat. التانيك أسيد اللي هو astringent action يكون عبارة عن مفعول المادة القابضة يعني حتى يخفف من الحرقة اللي تكون صايرة بالبلعوم بسبب التورم اللي ناتج من الانفكشن أو البكتيريال انفكشن. فبالتالي الاسترينجنت اكشن هو اللي راح يخفف من هاي الاعراض. نجي على الموضوع الاخر اللي هو mouth and throat pain packaging and dispensing, يعني التعبئة والصرف مالت mouth and throat pain. اولا, a wide mouth container light resistant screw cupped and put in dark color glass jar and in cool place. يعني احنا لازم نستعمل كونتينر بفتحة واسعة وتكون مقاومة للضوء, والغطاء يكون عبارة عن سكرو يعني ينفر مو كبس او فتح, and put it in dark cool glass jar, ويكون الجار عبارة عن أو مال الكونتينر يعني يكون زجاجي وليس بلاستيكي, ويحفظ في مكان مظلم وبارد. نقطة اثنين, since the glycerin is a hygroscopic solvent, أنا شرحت لكم قبل مصطلح الهيجروسكوبيك يعني اللي هو يمتص الرطوبة من الجو. فهذا لما يمتص الرطوبة من الجو, أي مادة تمتص الرطوبة من الجو راح تفقد خصائصها بسبب مثلا زيادة نسبة الووتر داخل السولوشن أو داخل كل التركيبة, فبالتالي راح يصير deterioration لل medication action مالتها. فبالتالي أي hygroscopic solvent أو substance لازم يكون لها طرق معينة للحفظ حتى نتجنب حدوث أي امتصاص للمادة من الرطوبة بالأتموسفير. ف it must be stored in tightly closed container, كلش مضبوطة بالغلق ومحكمة من ناحية الكونتينر والكاب. ثلاثة, add small quantity of sodium citrate or acetate as preservative for long time. حتى نحفظ هذه البرودكت لمدة طويلة أكثر فنضيف مواد الحافظة اللي هي صوديوم سيترات أو أسيتات. نقطة أربعة, apply the aid of soot brush or cotton swab. يعني تجهز الماوث أو throat paint بفرشة ناعمة أو مثل عود قطنية مثل عود اللي تنظيف الأذن, يعني أيضا مع الكونتينر حتى يكون سهولة بالتطبيق الدواء في داخل الفم أو إلى بداية البلعوم. نقطة خمسة, food and water should avoid it for one hour before and after application of throat paint. يعني شنو, لازم اي اكل او سوائل مثل ماء يعني لازم نتجنبها قبل ساعة وبعد ساعة من استعمال الثروت بينت. يعني قبل ساعة من اللي نستعمل هذا الدواء اللي نحطهن بالفم او البلعوم, قبل ساعة من عدن وبعد ساعة من عدن. قبل ساعة حتى يكون الفم جاف بشكل كافي حتى يكون التصاق المادة على الميوكوزا أفضل,
من لو كان رطب. هاي الأولى. والشغلة الثانية اللي بعد ما نحط الدواء على هذه طبقة الميكوزا اللي داخل الفم، من بعدها الساعة ننتظر يا الله نشرب أو ناكل، لأنه حتى نتأكد كل جزين مدة ساعة كافية أنه يمتص الدواء بتركيز كافي حتى نحصل الفائدة العلاجية من هذا الدواء وخلال هذه الساعة يعني. 6. Shake well before use and do not to swallow in large amount. يعني طبعا رجل العبة قبل الاستعمال، وامتنع عن بلع كميات كبيرة من هذه البينت أثناء التطبيق. يعني احنا طبقنا وحطينا ومنتظرين ساعة، هسا كمية قليلة مثلا نزلت واحد هي إلى البلعوم أو مريء مو مشكلة، بس انه نبلع كميات كبيرة لا، هو ما مخصص على انه ينبلع أصلا، هو مخصص يمنسح بمنطقة الفم وبداية البلعوم، وننتظر من عندها فترة إلى أن يمتص من طبقة الميكوزا. صار واضح هسه. نجي بالنسبة لموضوع آخر اللي هو الليمنت. الليمنت هو أي شيء مادة مستحضر صيدلاني دهني يدهن على الجلد، يعني مراهم تشبه المراهم. الليمنت are alcoholic or ologenous solution or emulsion of virus medical substance intended to rub on the skin. مثل ما قلت لكم، يعني أي مادة كحولية أو سواء زيتية أو emulsion اللي هو قلت لكم مستحلبات، أو أي مادة متنوعة طبية أخرى اللي هي يكون الغرض من عندها دهن الجلد skin يعني. الكحوليك أو هايدرو الكحوليك لينمنت اللي مروغات اللي تكون كحولية أو هايدرو الكحولية used when rubbing counter irritant or penetrating action desired. يعني لما احنا نكون نحتاجها بامتصاص لغرض الامتصاص او counter irritant اللي هي مضادة للتخريش او التخديش زين، او rubbing اللي هو تمريغ الجلد. الأولوجينوس لينمنت used when massage، يعني احنا نحتاج نسوي مساج لمناطق معينة مثلا تشنجات او تصلبات بالعضلات مثلا صاير بالظهر او الرقبة. هاي دائما بعض الدهون اللي احنا يكون طبيعتها زيتية تستعمل بالتشنجات والآلام، فنسوي بها مساج للعضلة حتى ترجع مرة اخرى ترتخي. By their nature بطبيعتها الأولوجينوس لينمنت are less irritating to the skin than alcoholic لينمنت. طبعا طبيعة المروغات اللي تكون دهنية هي أقل تخريش أو تخديش للجلد مما لو كانت كحولية، تيادي المادة الكحولية تكون أكثر فعاليتها قوية على الجلد من المادة الدهنية. The vehicle for liniment should be selected as، يعني المحلول أو الحامل القاعدة لهذه المروغات يكون اختياره على أساس شنو؟ أولا the type of action، يعني نوع الفعل اللي إحنا نريده desired بهذا المستحضر الصيدلاني اللي راح نصنعه. اولا rubbing counter irritant او مساج مثل ما قلنا بالفقرة فوق. ثانيا the solubility of the desired component in various solvents، يعني الذوبانية مع هذه المواد اللي احنا نريد نحطها بمختلف المذيبات اللي راح نستعملها. For alcoholic or hydroalcoholic liniment the vehicle is alcohol or water and alcohol، اعتيادي باعتبار انه هي كحولية فنحط كحول، هيدرو الكحولية نحط ووتر والكحول. While the ologenous liniment the vehicle may be، اذا كان عندنا ologenous
فالسولفنت شنو هو يكون؟ fixed oil such as almond, peanut, simsim oil or cottonseed oil. B volatile substance إذا كانت المادة طيارة such as wintergreen oil or turpentine. C it may be combination of fixed and volatile oil. ممكن يكون مزيج من بين الفقرة A و B. هسه element dispensing شلون احنا نصرف هذه المروقات. اولا all elements should bear a label indicating that they are suitable only for external use and must be never taken internally. لازم كل المروقات هذه بيها label مكتوب عليها انه هي مناسبة للاستعمال الخارجي فقط و should never يعني ابدا ما تستعمل فمويا او الاستعمال الداخلي. اثنين liniment that are emulsion or that contain insoluble matter should or must shake thoroughly before use to ensure even distribution of the dispersed phase and label shake well before use. يعني المروغات اللي تكون طبيعتها emulsion أو قاعدتها emulsion مستحلبات وتحتوي على مواد غير ذائبة فلذلك يجب أن ترج قبل الاستعمال جيدا حتى نتأكد توزيع dispersed phase اللي هي المادة المذابة جيدا في dispersion medium وأيضا تعنون مع label shake well before use. رجعها جيدا قبل الاستعمال. الثلاثة depending on their individual ingredient liniment are prepared in the same manner as solution emulsion or suspension as the case reference. يعني بالاعتماد على المكونات الفردية المروغات تحضر ب same manner as solution تحضر يعني حسب المكونات اللي بيها داخلة بالوصفة كمحاليل أو مستحلب أو suspension as the case reference مثل ما بالمصادر تجي الوصفات إذا كانت وصفات خلينا نقول يعني عالميا هي متبعة نفسها. مثلا إذا كانت أغلب المكونات عبارة عن سوائل فبالتالي راح يكون المروق أساسا solution. إذا كان عندنا مثلا مادة powder والمادة القاعدية مالتها هي ologenous أو cream فبالتالي راح يصير emulsion. suspension لا powder ب solution وهكذا مثل ما احنا ماخذين بداية الكورس لحد الآن كل أنواع الأشكال الصيدلانية. أربعة liniment not apply to the skin area that are broken or bruised because excessive irritation might result. يعني شنو احنا هذه المروغات ما نحطها على الجلد اللي يكون متشقق او ممكن يعني بتقيحات تنضح مثلا مادة قيحية لانه هذا راح يؤدي الى تهيجها اكثر تخدشها أكثر بسبب هاي الليمنت. فبالتالي احنا نحطها بس على الجلد اللي يكون يعني ما بي جروح أو ما بي مثل هاي الأمور اللي هي infection أو ممكن أي شيء يؤدي إلى تهيج أكثر. خمسة الليمنت should be stored in tight container. لازم الكونتينر يكون very tight to preserved يعني correctly. هسه بالنسبة لموضوع جديد اللي هو الغارغل. الغارغل يعني هي الملمضة. It is concentrated clear liquid preparation used in the posterior region of the mouth to prevent throat infection composed of medical agent in aqueous solution. يعني هي شنو؟ عبارة عن مستحضرات سائلة صافية ولكن تكون مركزة تستعمل بالمنطقة الخلفية من الفم
لكي تمنع الانفكشن العدوى اللي تكون تصير يا اما بالثروت الحنجرة او المنطقة بداية الحنجرة، تكون متكونة من المادة الطبية المذابة بالمحلول المائي. gargling يعني المضمضة، is the act of bubbling يعني احنا ننفخ الهواء من الرئتين نحو هذه كمية الماء اللي حاطيها بنهاية الفم، ويؤدي الى تكوين فقاعات. bubbling of liquid and washing the mouth وغسل الفم and throat والحنجرة with the liquid that kept in motion اللي هو بهذا السائل اللي راح يبقى يتحرك بهاي المنطقة by breathing through the lung من خلال التنفس أو إرجاع الهواء من الرئتين إلى الفم. With the gargling sound اعتيادي راح يؤدي إلى فد الصوت اللي هو صوت المضمضة. vibration وهاي الاهتزازات اللي راح تكون بسبب حركة الهواء ويا المي caused by the muscle in the throat and back of the mouth causes the liquid to bubble and frolly around inside the mouth cavity. وأيضا اهتزازات العضلات اللي مال الحنجرة ونهاية الفم أو خلف الفم يؤدي إلى تكوين أيضا هذه الفقاعات مالت الماي around the inside حول وداخل التجويف الفم. فصار واضح عملية الغارغلينج المضمضة شلون تصير من ناحية نفخ الهواء من الرئتين نحو الفم وتقوين الفقاعات داخل السائل اللي مالت الماوث ووش وغسل هذه المنطقة كلها مالت التجويف الفموي والثروت بواسطة حركة العضلات مالت الحنجرة وتجويف الفموي. هسه نجينا موضوع dispensing of gargle. شلون نصرف الغارغل؟ gargle dispense in concentrated form دائما يصرف ب يعني اشكال مركزة يكون، تمام؟ therefore it must be diluted لذلك دائما يحتاج أن يخفف with warm water بماء دافي and brought as a close contact with the mucosa membrane and the throat and allowed to remain for a few seconds before thrown out from the mouth and do not swallowed. يعني من بعد ما يخفف بالماء الدافي دائما يعني يحتاج انه نقربه باقرب تماس مع الميوكوزا اللي قلت لكم عليها، الطبقه اللي تغلف كل التجويف الفمي والحنجره، ونبقي هذا الغسول داخل الفم لمده بعض من الدقائق اللحظات يعني اقل من دقيقه، وبعدين قبل لا نحتاج throat out نخرجه من الفم. ولازم ننتبه انه ما نبلع هذا الغسول لان هو مخصص او ينبلع نهائيا. هسه نجي لموضوع الستورج اوف غارغل. شلون نخزن الغارغل؟ ستور ات روم تمبريتشر يخزن بدرجة حرارة الغرفة and away from direct sunlight وبعيد عن اشعة الشمس المباشرة والهيت درجة الحرارة and moisture والرطوبة put in tightly closed float glass container لازم يكون محكم وزجاجي الكونتينر with the plastic screw cup يكون الكوب عبارة عن غطاء بلاستيكي يحتاج انه نفره وليس كبس and colored bottle used for preparation the need of protection. واحيانا يكون البوتون مالت هاي الووش ملون معناته هذه المستحضرات تحتاج الى حماية اكثر. غارغل يوز استعمالات الغارغل شن هي؟ انتيسبتيك انتيبكتيريال يعني معقمات لهاي منطقة التجويف الفمي او مضادة للبكتيريا. استرنجين يعني مادة قابضة
deodorant effect يعني مزيل رائحة و relieve the soreness and mild throat infection يعني ويخفف الاحتقان أو الألم اللي يكون بسبب العدوى اللي صايرة بالحنجرة أو التهاب. Example of gargle. هسه الأمثلة على المضمضات شن هي؟ Potassium chlorate and phenol gargle. Potassium permanganate gargle and traditional home remedy of gargle worm salt water. يعني المضمضة التقليدية اللي احنا عدنا اياها بالبيوت اغلبنا نستخدمها اللي هي المي الدافي والملح. Sometimes recommended for soothing a sore throat. أحيانا نستعملها حتى نخفف أو نلطف منطقة الحنجرة بسبب اللي الاحتقان اللي صاير بها من الإنفلونزا أو أعراض ال common cold اللي تصير بالنشلة العادية. لهنا خلصت المحاضرة، إن شاء الله كانت واضحة وخفيفة عليكم. وخلصت مادة الكورس الثاني من صيدلانيات 2. إن شاء الله كان كل شيء واضح لكم وموفقين أجمعين، ومع السلامة.